نشرة إخبارية جديدة من قناة تن، أهلا بكم وإلى التفاصيل. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع يتناول تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما يشارك السيسي في قمة مكافحة تنظيم داعش الإرهابية والتي تنطلق فعالياتها اليوم. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف في طليعة الدول الإسلامية وفي أول خط دفاع أمام الإرهاب لدحره في كل مكان. وأوضح السيسي مساء أمس أن مصر تدعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وهو ما تمثل في تأييد مصر لاتفاق الصخيرات. وحذر السيسي من خطر امتداد التنظيمات الإرهابية إلى باقي دول الجوار متأثرين بما يحدث في فلسطين، داعيا إلى تسوية القضية الفلسطينية. في السياق ذاته، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة مصرية تحمل اسم الأمل والعمل من أجل غاية جديدة تستهدف الشباب لكنها لا تقتصر عليهم فحسب. هذا وتستند المبادرة إلى ما أثبتته مصر عمليا من خلال تنفيذها مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي. وفي حديث أدلى به لشبكة CNN الأمريكية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شريكة في التحالف الدولي المناهض للتنظيم في سوريا والعراق. وأوضح الرئيس أن مصر تبذل قصارى جهدها للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب ليست بالعمليات الأمنية فقط، ولكن بتجديد الخطاب الديني أيضا. كما أشار السيسي خلال حديثه إلى أن سوريا تواجه العديد من التحديات، مؤكدا أنه لا يمكن أن تترك الفرصة أمام الجماعات المتطرفة هناك كي تنتقل إلى دول الجوار. وفي السياق ذاته، يشارك وفد أزهري رفيع المستوى في قمة مواجهة تنظيم داعش والتطرف العنيف، والتي ستنطلق فعاليتها اليوم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال المؤتمر، يستعرض الوفد جهود الأزهر الدعوية من خلال قوافله داخل مصر وقوافل السلام التي أرسلها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى مختلف دول العالم للتواصل مع الشباب وتوعيتهم بمخاطر الفكر المتطرف والاستماع إلى ما يدور في أذهانهم من تساؤلات والرد عليها وفق المنهج الوسطي. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن واشنطن فرضت عقوبات على روسيا جراء سياستها بأوكرانيا، منتقدا موقف موسكو الداعم للحكومة السورية. وأكد أوباما خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الجميع لحل الأزمة السورية التي ستستغرق وقتا طويلا، بما في ذلك روسيا وإيران، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة تحديات العصر وأبرزها الإرهاب والتطرف والفقر، مشددا على أهمية احترام القوانين والمبادئ الدولية لأنها أصبحت الوسيلة الوحيدة لضمان سلامة وازدهار شعوب العالم. من جانبه، قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة مع نظيره الأمريكي باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنهما ناقشا مختلف جوانب التسوية في سوريا واتفقا على العمل من أجل التغلب على الخلافات القائمة، معتبرا أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره وليس أولاند أو أوباما. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوتين في نيويورك، مؤكدا أن بلاده ستعزز دعمها للجيش السوري دون المشاركة في عمليات برية، وأن عملية مكافحة الإرهاب في دمشق يجب أن تسير بشكل متوازن مع العملية السياسية في البلاد، مؤكدا أن روسيا تدرس إمكانية المشاركة في غارات جوية ضد داعش في سوريا والعراق، ولكن في إطار القانون الدولي فقط. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده ستبحث مع شركائها اقتراحا طرحته تركيا وأعضاء في المعارضة السورية بإقامة منطقة حظر طيران في شمال سوريا،
مضيفا أن وزير الخارجية الفرنسي سيبحث في الأيام القادمة حدود المنطقة وكيفية تأمينها، وأن اللاجئين السوريين الذين يأتون إلى أوروبا قد يعودون إلى تلك المنطقة. نتحول إلى أخبارنا المحلية وملف الانتخابات البرلمانية، حيث تعلن اللجنة العليا للانتخابات اليوم كشوف أسماء المرشحين بالمرحلة الأولى في 14 محافظة. كما تنطلق اليوم الدعاية الانتخابية لتلك المرحلة وتستمر لمدة 17 يوما. وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، قال إن غدا سيخصص للتنازل عن الترشح أو التعديل في القوائم أو الصفة الانتخابية، على أن تعلن الكشوف بشكل نهائي بعد التنازل أو التعديل الخميس المقبل. وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح. وإلى أخبار المصريين في الحج، حيث أعلن وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أن عدد ضحايا حادث التدافع بمنى ارتفع إلى 74 حاجا من مختلف البعثات النوعية المصرية للحج. وأكد جمعة انخفاض عدد المفقودين والمتغيبين والمتخلفين عن بعثاتهم إلى 98 حاجا من مختلف البعثات. وشدد الوزير على أن البعثة تبذل جهودا مضنية للتعرف على أحوال المتخلفين والمفقودين عن بعثاتهم. كان مشعر منى قد شهد صباح الخميس الماضي حادث تدافع بين الحجاج أثناء رمي الجمرات، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات. إلى ملف التعليم، حيث قال دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أن هناك بعض المناهج الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي لم يتم تطويره منذ سنوات، موضحا أن الفترة المقبلة تشهد تغيرا حقيقيا في المناهج تصل إلى المعايير العالمية، خاصة فيما يتعلق بالرياضيات والعلوم والمناهج العلمية، لافتا إلى أنه سيتم وضع استراتيجية حقيقية خاصة بالمناهج لتطويرها يشرف عليها متخصصون. وأضاف الوزير أن المناهج الدراسية تحتاج إلى تغيير يواكب التطورات والتغيرات اللازمة في نواحي الحياة المختلفة. 10 أيام مضت على حمل الدكتور الهلالي الشربيني حقيبة التعليم في حكومة المهندس شريف إسماعيل لتصبح وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن جميع مدارس التعليم قبل الجامعي بشقيها العام والفنية. وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بشر الهلالي عمله بتفقد عدد من مدارس محافظة القليوبية أمس الاثنين، مؤكدا أن عودة الطالب للمدرسة تعد من أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة ستعمل على قدم وساق لتحسين المنظومة التعليمية والنهوض بها. احنا عندنا أمل كبير إن شاء الله السنة دي، وده هيحصل بأمر الله، يبقى عندنا عملية تعليمية منضبطة، الطالب في المدرسة، المعلم في المدرسة، في تفاعل بين المعلم والطالب، إن شاء الله ده هيحصل بأمر الله. كل القيادات ابتداء من الوزير لغاية أصغر قيادة موجودة في التربية والتعليم مش هتبقى في مكاتبها لفترة من النهار، بيمروا على المدارس مش عشان يفتشوا عليها بس، لكن عشان يشوفوا أوجه القصور ويساعدوا المدارس دي في التغلب على المشكلات اللي موجودة عندهم. وأوضح وزير التربية والتعليم أنه وجه بتسليم الكتب المدرسية دون التقيد بدفع المصروفات، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد ينطلق تحت شعار عودة الطالب والمعلم مرة أخرى للمدرسة. الكتب الطبع منها أكثر من 90% زي ما صرحت قبل كده، 85% مما تم طباعته وصل للمديريات. إن شاء الله نتعشم بأمر الله، وفي توجيهات مشددة صادرت بهذا الخصوص إن في غضون أسبوع أو 10 أيام الكتب اللي اتطبعت تكون وصلت لإيدين التلاميذ دون الاشتراط بدفع المصروفات. من جانب آخر، تم تأجيل الدراسة في عدد من المحافظات المصرية منها محافظة الوادي الجديد، والتي أعلنت استمرار غلق 21 مدرسة لعدم اكتمال أعمال الصيانة، ومحافظة البحر الأحمر والتي تعاني من ارتفاع أعداد القبول في المدارس. وعلى الصعيد الأمني، جاء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لاستقبال 18,350,000 طالب وطالبة، وحوالي 1,500,000 معلم
في 49,500 مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث صرح المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بأنه تم وضع خطط أمنية مشددة تشمل نشر أفراد شرطة ودوريات سيارة في محيط المدارس لتأمينها وتكثيف التواجد الأمني في محيط مدارس الفتيات لمنع التحرش. نبدأ أخبارنا العربية والدولية من الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة على البوابات الخارجية للمسجد تفرض قيودا على دخول المصلين إليها. وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية إن المستوطنين ترافقهم وحدات حراسة من القوات الخاصة في شرطة الاحتلال شرعوا باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ومنعت الرجال ممن هم دون 50 عاما والنساء المرابطات من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك. إلى الأزمة اليمنية، حيث استطاعت العمليات العسكرية للقوات الموالية للشرعية استعادة السيطرة على الجهة الشرقية من سد مأرب، فيما تجددت الاشتباكات في أحياء عدة بتعز. وتمكنت قوات التحالف العربي والجيش اليمني من محاصرة المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في تلال المحيطة بسد مأرب، حيث وقعت اشتباكات هناك تمهيدا لاستعادة السيطرة على السد الاستراتيجي بالكامل. وفي مدينة تعز تجددت الاشتباكات في حيي صعبات والجحملية بين القوات الشرعية والميليشيات، ما أسفر عن مقتل نحو 20 وإصابة أكثر من 30 من المتمردين. وفي العراق قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بوسط العاصمة العراقية بغداد، كما قتل شخصان وأصيب آخر. جاء ذلك جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني مشترك للجيش والصحوة بقرية الصدرانية شمال شرقي بعقوبة. وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لدحر الإرهاب من قطاعات واسعة سيطر عليها في شمال وغرب البلاد. إلى سوريا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم توثيقه إعدام تنظيم داعش ل65 شخصا بمناطق سيطرته بسوريا خلال الفترة من 29 من أغسطس حتى 29 من سبتمبر لاتهامهم بالمشاركة في الحرب ضد إقامة شرع الله وداعش. وأوضح المرصد أنه بذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين أعدمهم التنظيم في الأراضي السورية إلى 3221 منذ إعلانها عن خلافته في 29 يونيو من العام الماضي. نبدأ أخبار الرياضة من القلعة الحمراء، حيث يبدأ فريق كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة العودة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقية والمقرر لها 4 أكتوبر المقبل بالسويس، وذلك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، وهي المباراة التي يرفع فيها بطل مصر شعار الفوز وحده لا يكفي بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف، فلابد أن يفوز بأكثر من هدف حتى يضمن التأهل لنهائي البطولة واستكمال المشوار نحو الحفاظ على لقب البطولة. ما زلنا مع أخبار القلعة الحمراء، حيث تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الجهة الأمنية يفيد بإقامة مواجهة الفريق المقبلة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على ملعب السويس دون حضور جماهير. هذا وخطب الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتأكد على ضرورة حضور جماهير لمباراة نصف النهائي، وهو ما نفاه مسؤولو الكاف، مؤكدين أن اللائحة تنص على ضرورة إقامة النهائي فقط بالجماهير.
وإلى أخبار القلعة البيضاء، حيث رفض فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب العودة من تونس أمس، وذلك استعدادا لمباراة العودة أمام النجم الساحلية المقرر لها السبت المقبل ببتروسبورت. وتمسك فيريرا بإقامة الميران في موعده في 5 عصرا بملعب النادي ب100 عقبة نظرا لضيق الوقت قبل مباراة العودة، ورغبته في إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي يمرون بها عقب هزيمة مباراة الذهاب. ما زلنا مع أخبار القلعة البيضاء، حيث طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من مسؤولي الأمن بالموافقة على السماح بدخول جماهير بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقرر لها السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية. وطلب رئيس الزمالك حضور 10,000 متفرج للمباراة لمؤازرة الزمالك على أن يتعهد رئيس الزمالك بعدم دخول الألتراس أو إثارة أي أزمات من جانب جمهور الزمالك. وفي دوري أبطال أوروبا، يبحث فريق برشلونة عن التغلب على أزمة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مدار شهرين بسبب الإصابة، عندما يستضيف نظيره باير ليفركوزن الألمانية في 9:45 من مساء اليوم بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 2 لدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. كان ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته بمباراة الفريق الكتالوني أمام لاس بالماس السبت الماضي بمسابقة الدوري الإسباني الليغا، وهي المباراة التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 2-1. ما زلنا مع دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب الدراجاو في 9:45 مساء اليوم المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة 2 لدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. يتصدر تشيلسي جدول ترتيب المجموعة 7 برصيد 3 نقاط بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على مكابي تل أبيب برباعية نظيفة، فيما يملك بورتو نقطة واحدة بعد تعادله مع دينامو كييف الأوكرانية. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.